السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان بأسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة اليوم 4/11/2022 في مصر. سجل أسمنت المسلح 1170 جنيه في الطن، أسمنت النصر 1150 جنيه للطن، أسمنت قنا 1150 جنيه للطن، والعسكري سجل 1145 جنيه للطن، الأسمنت السويدي سجل 1190 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 1175 جنيه للطن، أسمنت وادي النيل 1165 جنيه للطن، وأسمنت حلوان سجل 1220 جنيه للطن. أما الأسمنت المخلوط سجل 1200 جنيه للطن، أسمنت المقاوم سجل 1400 ل 1410 للطن، الأسمنت الأبيض سجل الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، أسمنت الأبيض السوبر 2450 جنيه للطن، وريال المنيا الأبيض ريال اللي هو الأبيض سجل 2380 جنيه للطن، وريال العادة 2430 جنيه للطن، وسجل أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيه للطن. أما الأسمنت المخلوط أسمنت السويدي للتشطيبات 980 جنيه للطن، أسمنت أي وان 900 جنيه للطن، واستقر سعر أسمنت النخيل عند 850 جنيه للطن. أما الأسمنت المقاوم للملوحة قاهر البحار 1000 جنيه للطن، أسمنت السويدي 1020 جنيه للطن، بلغ أسمنت السويتر 1000 جنيه للطن، أسمنت السويتر 1000 جنيه للطن، أسمنت السهم 950 جنيه للطن. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.